بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. محمد مرعي يحييكم من ميت حيو دوت كوم. النهارده معدنا مع الحلقه ال 15 من سلسله تعليم ويندوز 7. طبعا حلقه النهارده هنتكلم على النوت باد او الدفتر اللي موجود في ويندوز 7 واللي فيك تكتب فيه حاجات صغيره. طبعا يعني لو انت مثلا عايز تكتب حاجات بسيطه او ملفات صغيره فيها معلومات صغيره، مش محتاج تولز كبيره جدا زي اللي موجوده في مايكروسوفت اوفيس او زي الاوفيس وورد مثلا اللي هو مايكروسوفت وورد، فيك تستعمل برنامج النوت باد وتكتب فيه حاجات بسيطه وحاجات صغيره. هو ما فيهوش امكانيات كتيره جدا زي المايكروسوفت وورد، انما فيك تعمل فيه ملفات صغيره وتحفظها. طبعا هو النوت باد له استعمالات كبيره جدا عند المبرمجين، انما كمستخدم او ليك انت كمستخدم عادي لويندوز 7 فيك تكتب فيه ملفات صغيره. طبعا النوت باد بتفتحه بتروح برضو على ستارت، بتروح على اول بروجرامز، بتروح على اكسسوارز وبتلاقي النوت باد هناك. او لو انت عارف ان اسمه نوت باد بنكتب هنا على طول نوت او وات ان او تي اي بي اي اهو، طلعوا لي فوق. بضغط على النوت باد بتطلع لي الشاشه او الويندو بتاع النوت باد. طبعا لو انا وقفت على الزاويه اللي تحت ديت او على الجنب هنا فيني اكبره او اصغره اهوت، او لو وقفت على الزاويه اللي تحت فيني اكبر الويندو او اصغره. لو انا وقفت على الشريط الازرق اللي فوق ده فيني احركه على اليمين او شمال الشاشه. طبعا زي ما شرحنا قبل كده قلنا الثلاث علامات اللي على اليمين دول الاكس بتقفل المربع ده اللي هو ماكسمايز، يعني بيكبره على الشاشه او بيصغره تاني بيرجعه لنفس المكان زي ما شرحنا في الحالات قبل كده. والشرطه الصغيره ديت مينيمايز بتنزله على التاسك بار تحت او بترجعه تاني. طبعا هو مكتوب هنا ان تايتل نوت باد اهوت، يعني لسه ما اديناش اسم او لسه ما حفظناش اللي احنا كتبناه هنا. طبعا هنا عندي القوائم اللي موجوده فوق اللي هي فايل واديت وفورمات وفيو، يعني ملف او تعديل، او فورمات يعني تشكيل او تهيئه، وفيو اللي هي رؤيه. اذا كان عندك الويندوز 7 النسخه العربيه اكيد هتلاقي الكلام ده بالعربي، انما هي نفس الترتيب بتاعها. طبعا هنا فايل بنكتب نيو مثلا، بنختار نيو اللي هو ملف جديد، بضغط على ملف جديد. طبعا لسه ما كتبتش حاجه، فعشان كده كل ما اختار نيو هي بتطلع نفس النظام. مجرد نكتب حاجه واحده، لو حرف واحد، لو ضغطت فايل واخترت ملف واخترت نيو ملف جديد، بضغط ملف جديد بيقول انت عايز تحفظ ولا لا، لاني اوريدي كتبت حاجه حتى لو حرف واحد. بقول له لا، يعني بقول له تحفظ او ما تحفظ او كنسل. لو كنسل برجع تاني على نفس الشاشه. لو اخترت نيو تاني وقلت له سيف او احفظ هيقول لي هتحفظه فين. انا اقول له طبعا مش عايز احفظ دلوقتي، ملف جديد اهو بكتب فيه اي حاجه. مثلا خليني مثلا لو انا كتبت مثلا ايس، خلينا نكتب مثلا بالعربي اهو لو انا كتبت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا في امكانيات، يعني في امكانيات مش موجوده، يعني في امكانيه ان انا اكبر الخط، الونه، احط ده على اليمين وهكذا، اللي هي الامكانيات اللي في المايكروسوفت اوفيس مش موجوده. هنا هنشرح الامكانيات اللي موجوده هنا. طبعا هنا الخط لو صغير هنا بروح على فورمات اللي هي فوق ديت، بختار فونت وورد راب. الوورد راب دي هنشرحها دلوقتي، انما بختار فونت اللي هو الخط. هنا من الخط هنا بختار اي خط انا عايزه اهوت، بختار اي خط موجود عندي. طبعا انا معظم الخطوط اللي عندي هنا انجليزي، انما لو انت عندك خطوط عربيه مختلفه بتختارها. طبعا هنا كل خط بقى له ستايل معين بيختلف باختلاف الخط. بختار مثلا بولد ولا عادي، يعني سميك او عادي، تمام اهو. وبقول له مثلا الخط مثلا هنا ما فيش امكانيه ان انا اختار كلمه واحده واديها مثلا خط كبير او خط صغير، بختار الباراجراف كله او الكتابه كلها. بقول له مثلا خليها 22، بقول له اوكي، كبر الخط عندي اهو، تمام. لو رحت على فايل هنا طبعا بقول لي نيو. لو انا عملت نيو بيقول لي هتحفظ ده ولا لا، بقول له كنسل. بروح هنا تاني بقول له اوبن لو انا عامل ملف اوريدي وحفظته، بروح افتحه. سيف لو انا عايز احفظ دوت، خلينا نحفظ ده مثلا، بروح احفظه مثلا على دوكيمنت اهوت، وبقول له مثلا هنا اسميه هنا تحت اهوت. هنا طبعا بقول لي هنا دوت تكست، يعني الامتداد بتاع الملف دوت تي اكس تي. بقول له مثلا سميه مثلا بسم الله، تمام. وبعدين بقول له سيف يعني احفظ اهوت. وبقول لي بيحتوي على كلمات عربيه، ماشي. هو لو انت عندك الويندوز عربي مش هيطلع لك الرساله دي عموما، تمام.
باجي هنا بعد كده بقول لي بيش سيت اب، يعني لو انا عايز البيش طب هنا لو بيطلع لي مثلا لو انا عايز نوع الورقه اللي انا عايزها، لو عايز اكتب مثلا على ورقه اي 4، اي 4 دي اللي هو حجم الورقه العاديه اللي هي بالنظام الاوروبي. الاي 3 يعني زي ما احنا شايفين الورقه العربيه اهي، او الورقه بالنظام الاوروبي الحجم بتاعها اي 4 اللي هي بتبقى بالظبط ارتفاعها 29.7 سنتيمتر، والعرض بتاعها 21 اللي هي اي 4. الاي 3 ده هي الاي 3 اللي هي اتنين اي 4 جنب بعض، يعني الاي 4 دي اللي هي الحجم الصغير، الاي 3 دوت الحجم الورق اللي هم لو حطيت الاثنين دول جنب بعض كده بالعرض بيطلع لك الاي 3. او في طبعا هنا الليتر اهوت اللي هو الحجم الامريكي اللي هو 8.5 باي 11 انش، طبعا احنا بالنسبه عندنا احنا او النظام الاوروبي اللي هو الاي 4 اللي هو ورقه، بختار نوع الورقه واذا كانت بالعرض او بالطول. بعد كده باجي هنا بقول له مثلا برنت، لو انا عندي طبعه بضغط برنت طباعه، لو عندي طبعه بتطلع لي هنا او بختارها من هنا وبضغط برنت بيطبع على طول. لو انا عايز اغير الورقه اخليها بالطول او العرض بختار مثلا بريفرنس هنا اهوت بريفرنسز، واروح مثلا اقول له اذا كانت هي نوع الورقه اللي انا عايز اطبع عليها، اذا كانت اي 3 ولا اي 4 ولا اي حجم، وبعدين اذا كانت لاندسكيب ولا بورتريت يعني بالعرض او بالطول. طبعا ايديت، طبعا احنا زي ما شايفين الامكانيات محدوده، فعشان كده انا ما يعني ما بركزش كتير على الامكانيات لان امكانياته محدوده، انما يعني ان شاء الله في برامج تانية هنشرحها كتير يبقى فيها امكانيات افضل من كده بكتير. ده لا يعني ان النوت باد ملوش قيمه، بالعكس انا زي ما قلت المبرمجين بيستعملوا نوت باد، يعني انا متهيألي ما بيعديش يوم الا ما بستعمل النوت باد في حاجات كتيره جدا جدا. طبعا قائمه ايديت التعديل بقول ان دو مثلا، لو انا كتبت مثلا انا ضغطت انتر بنزل على سطر وضغط بنزل على سطر تاني، ولو كتبت كلمه مثلا كلمه مثلا وبقول له مثلا هنا ان دو يعني ارجع في الكلمه تاني ما تكتبهاش، تمام، او ان دو هو المفروض يبقى فيه ريدو اللي هو بيرجع يكتبها تاني، انما مش موجوده هنا، انما بحتاج اكتبها تاني اهوت. اقول له بسم الله الرحمن الرحيم، فاندو ديت يعني معناها ارجع في كلامك تاني، اللي انا عملته برجع فيه تاني، يعني لو كتبت حاجه برجع فيه تاني. باست هنا لو انا مثلا عملت رحت على اي مثلا ويب سايت وعملت كوبي او عملت كوبي او نسخ من اي ملف تاني، باجي هنا وبضغط مثلا انتر هنا وبقول له مثلا ايه باست يعني الصق هنا، بيطلع لي النص اللي انا لازقه هنا اهوت، في نص انا لازقه هنا. لو لاحظنا ان الـ الـ ان الـ 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 النص الكبير ده بينزل على اسطر، يعني لو كبرت البتاع ده اهوت بيعمل حاجه اسمها رابنج اهي، تمام. لو افتكرتوا ان انا كلمه قلت لكم راب هنا اهي جنبها علامه تشيك مارك، يعني راب معنى كلمه وود راب، يعني معناها ان التكست ديت هتنزل بتاخد حجم المربع دهوت، ولو في كلمه زياده عن حجم المربع بتنزل تحت. لو انا ما اخترتش راب بيطلع لي سطر طويل طويل جدا، يعني انت فتحت النوت باد ولقيت ان السطر طويل جدا جدا معناها ان الراب ديت مش موجوده، بتضغط عليه بيطلعه راب. راب بياخد المساحة بتاع الويندوز، كل ما تكبر الويندوز بيحاول يملى المساحة زي ما احنا شايفين اهو، تمام؟ دي هي الراب. طبعا في الايديت هنا بقول له فايند، هنا فايند وفايند نيكست وريبليس. فايند لو انا عايز ادور على كلمة مثلا معينة، انا بقول له مثلا دور على كلمة مع مثلا، بقول له فايند نيكست يعني ادور على كلمة فايند نيكست، لقى اهوت كلمة مع اللي هو حرف الميم والعين، بقول له فايند تاني اهوت، فايند تالت اهوت، تمام. لو قلت له مثلا دور على كلمة الله مثلا بقول له فاين، هو مش لاقي كلمة الله، هو طبعا هو في العربي ساعات يعني ما بيشتغلش كويس قوي زي ما يكون انجليزي، او اذا كان عندك النسخة العربية كده هيشتغل. لو انا قلت مثلا كلمة هذا مثلا، سوري خلينا نكتبها تاني، احنا زي ما قلنا ان هو امكانياته محدودة، كلمة هذا اهوت او كان فاين يعني خلاص. لا لو عايز اقول له يعني هنا الدايركشن بقول له دور وانت طالع لفوق اهوت اهوت، دور وانت طالع لفوق. لو انا برضو كلام مثلا كلمة الله مثلا وقلت له دور وانت طالع لفوق اهو، لا فوق اهو، تمام. طبعا هو في برامج تانية، البرامج اللي هي البروفيشنال، سواء انت مثلا من غير ما تحدد له اب اند داون هو بيروح يدور على الكلمة ويلاقيها. طبعا ديفاين فايند او فايند نيكست. لو احنا رحنا على ريبليس،
لو انا رحت مثلا قلت له مثلا دور على كلمة مثلا كان و ريبليس ويذ، يعني بدلها، يعني كل ما تلاقي كلمة كان شيل كلمة كان وحط مكانها مثلا ما زال مثلا. اقول له مثلا ريبليس او فاين نيكست اهوت، لا اللي هي كان لوريم يبسم اهوت. طبعا الكلام ده مثلا اي كلام، انا بس طبعا علشان اوريك الطريقة ازاي. لو قلت له ريبليس يعني حل دي محل ديت اهوت ما زال، خلاص دور على كان تاني ما عادش. لو انا مثلا قلت له دور على كلمة هو مثلا اهوت، وقلت له ريبليس اول وريبليس مثلا بهي اهو، شال كل كلمة هو زي ما احنا شايفين اهو، حطها بكلمة هي. برضه لو احنا في عندنا ايه تاني، سيلكت اول، لو انا عايز اختار اللي اعمل سيلكت للنص ده كله سيلكت اول، او زي ما احنا شايفين الشورت كات اللي جنبها كنترول ايه، لو ضغطت كنترول على لوحة المفاتيح وضغطت ايه بيطلع لي كنترول ايه. برضه لو لقينا ديتا تايم، لو انا رحت هنا مثلا وحاولت مثلا اكتب التاريخ النهارده، هو اوتوماتيك بيدخله لي على طول ديتا تايم اهوت، طلع لي التاريخ موجود على طول. هنا الاستاتس بار هي شريط بيظهر تحت هنا بيبين لك انت في انهي سطر وكلام من ده. لو انت مش شايف الاستاتس بار ده، لو هو مش موجود معناها ان انت عامل وورد دراب. لو انا شلت الوورد دراب ورحت هنا بقى الاستاتس بار موجود اهوت، لو ضغطت عليه ظهر عندي تحت اهوت، تمام. لو انا وقفت هنا بيقول لي انا واقف على لاين 2، لو وقفت هنا بيقول لي على واقف على لاين 4 او الخط السطر الرابع. هو مش عارف ليه ما بيشتغلش مع الوورد دراب، لان لو عملت الوورد دراب بينتهي على طول، انما هو غالبا يعني ملوش لازمه قوي. انما لو انت شغال بروجرامنج وبتعمل مثلا كود معين على النوت باد، الاستيتس بار ده او الاستيتس بار بيبقى مهم جدا. طبعا قائمه الهيلب ديت المساعده بيعرض لك شرح على النوت باد، اباوت نوت باد، النسخه بتاعت النوت باد بتطلع عندك اهي. زي ما قلنا ان النوت باد هو برنامج بسيط وسهل وبينزل مع الويندوز، فيك تكتب فيه حاجات صغيره جدا، انما برضو الويندوز فيه حاجه تانية متقدمه عن النوت باد وشبيهه لدرجه ما بمايكروسوفت اوفيس وورد. نتكلم عليها وهتبقى موضوع الحلقه الجايه ان شاء الله. ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.